حنفوت عندي هنا على أنا الديسكتوب لما تيجي بدك تعمل سيف تمام وبتختار الديسكتوب مثلا وبدك ما تغير اسمها خلي اسمها زي ما هو ميسز فيشر بانك نوت وتعملي لها سيف وين بتسيفها على الديسكتوب ليش مطلوب منك انك تسيفها على الديسكتوب لانه مشان لما تيجي تبعت لي اياها كداتا بيز على الايميل تكون موجوده قدامك تمام عشان تكون موجوده قدامك مره ثانيه برجع بكرر اللي ما كتب اوكي بالتشات يكتب اوكي يا اللي ما كتب اوكي بالتشات يكتب اوكي للي ما كتب فبعمل سيف وبخلص طيب هلا مرات لما تيجي تعمل سيف بيعطيك انيبل للكونتنت تعمل انيبل وبتبلش تعدل مره ثانيه طيب طيب بيبرز بامكانك تشغل المايك وتسال اي سؤال انت بدك اياه يلا يا بيبرز بيبرز سامعني ولا مش حابب تحكي بدك تطبع طباعه طيب نمبر 9 السؤال التاسع راح ارجع لك للسؤال التاسع يا بيبرز السؤال التاسع ماله write your own date of birth as a short date a medium date and long date راح تفوت على الداتابيز كيف راح نعمل هذا الاشي راح نفوت على الداتابيز هون على الداتابيز راح تعمل فيلد جديده هاي الفيلد جديده تمام باسمك رح تعطي لحالك رح تعطي لحالك بيك نمبر او كذا هسا لاحظ هون الديت رح ارجع انا على الفيو على الديزاين فيو برجع على الديت اند تايم هون الفورمات شايف الديت اند تايم في عندي فورمات شايف الفورمات طيب من الفورمات بحط سهم هون في عندي جنرال ديت في عندي لونج ديت في عندي ميديوم ديت وشورت ديت فبدي اياك تكتب تاريخ ميلادك اوكي I'm sorry طيب نرجع مرة تانية I'm sorry هلا شايف الشاشة يا بيبرز شايف الشاشة تمام مفروض انك شايفها مرة تانية بنفوت على الديزاين فيو كنا احنا وين على الداتا شيت فيو فتنا على الديزاين فيو شايف الديت اللي موجودة عندك هون من الديت اللي موجودة هون في عندي تحت بالجنرال اشي اسمه فورمات بضغط على السهم تبعه طلع في عندي هون طبعا هذا السؤال مهم انا بجاوب للكل مش لبيبرز ركزوا معي في عندي جنرال ديت كيف شكله شكله 11/12/2015 كذا طبعا رح تكتب تاريخ ميلادك طيب لونج ديت هي شكله ميديوم ديت هي شكله شورت ديت هيك شكله لونج تايم هيك ميديوم تايم وشورت تايم تمام شو رح تعمل رح تكتب تاريخ ميلادك بنفس هذا الشكل بنفس هذا الشكل وين على الورك شيت طب كيف انا بدي اطلع هذا الشكل هيو جنرال هيك شكله لونج هيك شكله ميديوم هيك شكله واضحه يا بيبرز هذا سؤال 9 طيب راح ارجع لك لسؤال 5 سؤال 5 the value field has been formatted what setting have been applied to this field طيب السيتنج اللي هي الفاليو انا شو عملت لها طبعا عندك الفاليو فيلد اللي هي هذا الفاليو فيلد الفاليو فيلد شايف هالفاليو هي هالفاليو تمام الفاليو فيلد راح ارجع انا على الداتابيز الفاليو فيلد هي ايش يا بيبرز اللي هي كرنسي تمام اللي هي كرنسي لاحظ انه احنا لما نرجع للداتا شيت هي عباره عن شو فيها يورو وكرنسي وفي عندي ديسيمال بوينت في عندي ديسيمال بوينت فانا لما اجي بدي اجاوب على هذا السؤال كيف بدي اجاوب على هذا السؤال برجع ل برجع ل الديزاين فيو وعلى الفاليو الفورمات الاول شو الفورمات الاول انه كرنسي انه كرنسي this is format number 1 format number 2 It is euro. It is euro. طيب الفورمات الثاني اللي هو الديسيمال بليس الديسيمال بليس بضغط عليها بضغط على السهم الموجود عندي والديسيمال بليس اللي هو عبارة عن شو؟ عن أوتو أو زيرو أو ون أو كذا هسا الأوتو عندي
بالاكسس عبارة عن 2 decimal point. فالفورمات شو رح يكون جوابك؟ رح يكون جوابك انه الفاليو using الكرنسي, الكرنسي it's euro والديسيمال بليس it's 2 decimal place. كيف عرفت؟ اطلع كيف؟ في عندي انا هون 14.00 فهاي 2 decimal place. وانتو يا تعمل بتوقع انكم ماخدين decimal place يمكن صف سادس او خامس, تعرفوا شو هي decimal place اللي هي الفاصلة العشرية. تمام؟ طيب في حدا عنده اي سؤال تاني؟ جاوبت على اسئلتك يا بيبرز. في عندك سؤال تاني؟ تيا شغلي المايك واسألي. مس 6 و 8 مش عارفه كيف اعملهم. طيب 6 و 8 ركز معي يا تامر. السؤال السادس, these records are to be sorted into ascending. السورت اخذناه الحصه الماضيه. بدي اياكي تعملي sort ascending. شو يعني ascending؟ شو يعني ascending؟ اللي ما بده عنده أي سؤال أو ما بده يسمعني شو بحكي وعندكم حصة كمان شوي, you can leave, بس make sure إنه أنت كتبت لي okay. اللي بده يغادر وما عنده أي سؤال اتأكد إنك كتبت لي okay وبإمكانك تغادر, you are dismissed, مسموح لك إنك تغادر. اللي عنده سؤال بإمكانه يضل, اللي بده يستفيد من أسئلة زملائه كمان بإمكانه يضل. طيب فياتي بدك تعملي sorting ascending. أخذنا الحصة الماضية sorting ascending. شو يعني ascending؟ ascending يعني تصاعديا. according to which field بدي أرتب database بس تخلصي تصاعديا. according للبيك number, according شو للبيك number. فأنت رح ترجعي للdatabase, رح ترجعي للdatabase ورح تعملي sort, رح تعملي sort. كيف رح تعملي sort؟ شرحنا الحصة الماضية, بإمكانك إنك أنت ترجعي. رح نيجي هون على البيك نمبر, رح تختاري هذا الفيلد ورح تعملي من sort والفلتر جروب sorting ascending. sorting ascending طبعا مش رح تزبط معنا هون لأنه إحنا لسه ما كملنا الداتا البيانات أو الريكورد. فلما تعملي ascending رح تتزبط البيانات أو رح تتعدلي البيانات. فشو رح يكون سؤالك هون؟ شو رح يكون سؤالك الجواب على السؤال هون بعد ما تعملي sorting؟ رح يحكي لك which bank note will be in the top. شو أول معلومة رح تكون بالأول رح تكتبيها, which bank note will be at the bottom. يعني شو رح يكون the first field وال last field؟ شو أول واحد رح يكون in the first والثاني اللي هو at the last اللي هو شو آخر واحد؟ يعني شو هي أقل قيمة وأعلى قيمة؟ هاي the top اللي هي أقل قيمة رح تكون. ليش أقل قيمة؟ لأنه أنا بدي أرتب تصاعدياً, أنا بطلع درج. والبوتون اللي هي من الأسفل إلى الأعلى, تمام, اللي هو أنا بنزل درج. واضحة؟ هذا رقم 6, هذا رقم 6. أوكي إيش كمان؟ هذا 6 وإيش كمان؟ 8. طيب the data in these records are assigned a data type of short date. Write the date for the banknote P288 as a medium date, as a long date. نفس السؤال اللي سألني يا papers. رح ترجعي للداتابيز اللي موجودة عندك. طبعا papers سألني على 9 بس 8 تقريبا نفس الجواب رح يكون. رح ترجعي للداتابيز وتفوتي على الداتا شي اللي هو الديزاين فيو. ورح ترجعي على الديتون. الديتون شو نوعه حكينا؟ الديتون حكينا إنه جنرال أو لونج أو ميديوم أو شورت. فرح تطلع كيف شكل الديت باللونج, رح يكون Thursday November كذا. طبعا انت رح تكتب التاريخ وين؟ هون. رح تعملي لونج ديت, رح تغير الداتا تاب وتخليها لونج ديت. لما ترجعي لا رح يطلب منك تعملي سيف. لاحظي كيف صار الديت. طبعا لما يطلع عندي هاشتاجز معناته ايش؟ انه الفيلد ما بكفي, ما بكفي. تمام؟ فهذا شو يا تيا؟ هذا لونج ديت. فرح تنقلي زي ما هو لاي فيلد هو طالب. انا طالبه للبي 288 لهذا الفيلد الثاني. فهيك شكلها لونج ديت. هي اول وحده. طيب شورت ديت, شورت ديت برجع للديزاين بغير هون. medium date برجع بعمل على الفيو بعمل yes.
شوفي كيف صار شكله؟ رح تكتبيه زي ما هو، رح تنسخي نسخ من على الكمبيوتر، كيف ما طلع عندك رح تنسخي. تمام؟ وضحت معك يا تيا؟ وضحت؟ تمام. فأنت رح تعملي هيك، بس تخلصي رح ترجعي كل شيء زي ما كان، خلص إنه أنا كتبت الديت. هسا في حال مرة تانية طلع عندك مثلا زي هيك إنه الديت صغير الحجم وطلع عندك هاشتاج، معناته إنه الفيلد ما بكفي، ما بكفي، فبتكبري من هون. واضح؟ طيب طبعا اليوم في حدا تاني عنده أي سؤال ولا؟ في حدا عنده أي سؤال؟ طيب قبل ما تطلع يا قبل ما تطلع يا تامن للمرة الأخيرة، طبعا أنا رح أخذ الحضور والغياب من 11 وربع، مش من هسه، الساعة 11 وثلث بإمكانك you are dismissed. الحصة رح أبعث لك التسجيل تبعها، اللي ما كتب أوكي بالتشات يكتب. والهومورك زي ما حكيت on details رح أبعت على البي 12 الفيديوهات اللي إحنا شرحناهم. بهمني كثير يا تامن إنه تحل لحالك وتبعته عشان شو اسمه، مهم إنك أنت تعمل تمام، بهمني إنك أنت تحل لحالك. You are dismissed, miss. You all are dismissed. Miss, أنا هون. شفتك رزان إنه أنت هلا صاحية، مش راح أعتبرك حضور رزان للأسف لأنه الحصة خلصت وصح النوم. يلا يعطيكم العافية يا تامن.